متابعي صدى البلد في كل مكان في لأحد أبناء محافظة الغربية وتحديدا مركز أطور اللي تعرض لمحاولة للتعدي والتنكيل على يد نسايبه، ويمكن نسايبه حاولوا يعتدوا عليه حال كثرة تكرار الخلافات الأسرية وسعيه وراء تحقيق الأمن والأمان لأبنائه وأطفاله. يمكن كانت المأساة الحقيقية اللي احنا بنرصدها معاكم في هذا اللقاء للتعدي عليه الصارخ ونجاته من موت محقق باستخدام المواد الحارقة أثناء محاولته لرد أفراد أسرته وتأمين حياة بيته، فكان هو ضحية هذه الواقع. متابعي صدى البلد في كل مكان، احنا بنرصد معاكم تفاصيل اولى الجلسات محاكمه المتهمين بالاعتداء على جبريل في هذا اللقاء، وبنرصد معاكم تفاصيل وحيثيات هذه الواقعه. في البدايه عايزين يعني استاذ شوقي عايزين نتعرف من حضرتك يعني تفاصيل هذه الواقعه المؤلمه بدات ازاي وقصتها بدات ازاي. موضوع الواقعه استاذ احمد النهارده ان في تم تعدي النهارده اشقاء زوجته على جبريل، رايح النهارده راجل قبل الفطار او ربع ساعه او نص ساعه ياخد ولاده النهارده علشان فيه يودي لهم ولاده الطبيعي علشان في نزاعات وكده علشان يشوف اكل عيشه. يطلع النهارده واحد يرمي جركن البنزين عليه والتاني يشعل الولاعه فيه وادرام النيران في جبريل مباشره في رمضان. القصه في سياقها خلافات اسريه متكرره، شخص ملم ان هو عاوز يلم شمل بيته واسرته، فانا سايبه كثيرين الاعتداء عليه بهذا الامر. كثيرين الاعتداء عليه، واللي احنا شفناه النهارده ان في مستندات موجوده معانا خطيره جدا بتقول ان الاثنين دول خصيصا محترفي الاجرام في حاجه زي دي عندهم سجل حافل بامر زي ده. قضايا موجوده النهارده مع نسيبهم الاخرين على نفس الواقعه برضه ونفس البلطجه ونفس ذلك الامر، ولكن الامر اللي حصل مع جبريل كان غير اللي حصل مع جبريل النهارده. كان اشعال النيران في اول مستند معانا، وتاني مستند معانا واللي زاد المبلغ طين زي ما بيقولوا على السنه العوام. اللي حصل النهارده ان ثاني يوم الواقعه دي كانت يوم 23/4 في رمضان 2024، ثاني يوم يحصل يا استاذ احمد محضر رقم النهارده 6382. زوجته النهارده تعمل محضر كيدي ومرفق فيه، يعني زوجته النهارده تيجي تعمل ثاني يوم محضر كيدي ومرفق فيه انه تعدى عليه. راجل زي ده رايح الفراش، راجل النهارده مكلوم مصدوم، راجل مكسور زي ده، مكسور بخاطره ومكسور بكل حاجه النهارده فيه حاجه زي دي. ترصد في امر زي ده غير سيل القضايا الاسريه اللي تم عملها على جبريل من امر زي ده. فانا النهارده بخصم مين؟ وده استاذ احمد موجود مع حضرتك دلوقتي بعض الصور الاضافيه. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم، هم خدوا صفه الهيه عشان اطلاقا الامر زي ده استعمل حقا الهي الا وهو ادرام النيران في شخص طبيعي. لما يستعملوا حق الهي النهارده في توليح في شخص انسان طبيعي زي ده، اي انسانيه واي قلب واي حاجه النهارده توصل بينا الدرجه كده؟ عمر الاسلام ما قال كده. ده الحد او القصاص النهارده عارفين انه القصاص عمره ما كان بالحرق او بادرام النيران، عمرها ما كانت كده، ولكن القصاص يكون حدا او تعزيرا. فامر زي ده بغايه الخطوره وغايه القلق، ولكن المجتمع المصري في امر زي ده الراجل ده عايز يشوف اولاده وعايز حقه النهارده في امر زي ده. فاحنا لازم يكون هناك حل رادع، ولازم يكون القصاص العاجل لهؤلاء او لهذان المتهمان اللذان قام باشعال النيران واستعمال حق الالهي الا وهو ادرام النيران شخص جبريل، ذلك المكلوم، ذلك الحزين، ذلك المهموم، ذلك المكسور الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بذلك الامر. فاحنا بنستغيث بربنا سبحانه وتعالى وبالقضاء المصري الشامل في ذلك الامر. اول جلسه كانت النهارده موجوده معانا، وتم تاجيل نظر الجلسه لاشهر قادمه ان شاء الله، ولسه هنشوف التاجيل بالظبط امتى، ولكن التحقيقات اعترف المتهمان اعترافا تفصيليا بحقيقه الواقع انهم قاموا بادرام النيران في جبريل في ذلك الوقت وفي كل تلك المعايير وفي كل تلك الامور الساعه. تمام. يعني متابعينا احنا ما زلنا متواجدين معاكم وعاوزين نتعرف منك يا جبريل، انت كنت رايح ترد ولادك وانت رايح عند نسايب زوجتك، ايه اللي حصل بالظبط معاك؟ اليوم ده اللي حصل ده كان اليوم اللي قبله على طول سابت عيالي في الشقه وراحت لاهلها. في الشقه لوحدهم، عيله عندها 10 شهور وعيله عندها 4 سنين ونص. وعشان خاطر سابته ومشت انا اتصلت بالناس ده، هم اللي جم طلعوا عيالي. انا ما كنتش موجود، انا كنت في الشغل. تمام. فساعة ما جيت خدت العيال وباتوا في حضني، وتاني يوم رحت لها. عشان خاطر اجيبها، عشان خاطر اشوفها لو مش هتيجي اخلي العيال معاها. اشوفها محتاجه فلوس او مصاريف عشان خاطر اخليها معاها. ما لقيتش حد منهم. اللي لقيته غادر. لما بنادي عليهم ابص الاقي واحد طالع لي بجركن بنزين.
ولاقي الواحد تاني. يعني انت كنت رايح معاك ولادك ولا رايح تجيب ولادك؟ رايح بولادك. وزوجتك كانت فين؟ وزوجتي كانت عند بيت اهلها غضبانه. اه باليوم اليوم السابق. اه اليوم السابق ورحت وديت العيال هناك، لقيت اخواتي الاثنين مقابليني بكل جد، انا بتحرج من امهم ومنها ما ولاوا فيا، انا ذنبي ايه ولا عملتهم ايه عشان ولاوا فيا؟ انا حتى لما جيت ما شفتهمش بالبيت، ده انا رايح لهم رايح لهم عندهم، انا ما شفتهمش عشان خاطر مثلا يحصل مشكله ولا بتاع. انا واخد عيال وراحت بنتي اللي عندها 4 سنين وشويه هي اللي شافتني وقت ما ده حصل. لما حدف عليا النار وولع البنزين ولع فيها ساعتها بنتي شافتني. انا لحد دلوقتي ما شفتش عيال، انا نفسي اطمن عليهم ما شفتهمش، وبعت لهم ناس عشان خاطر اشوفهم مش راضيين. انا نفسي افهم مش عارف تشوف عيالي فين. طيب اه عاوز اعرف عيالي فين، عاوز اطمن عليهم ما شفتهمش. طب انت يعني خلال الفتره اللي فاتت دي ما حاولوش يزوروك يطمنوا عليك؟ انت متخيل حضرتك لما يبقى بنتي عندها 4 سنين وعماله بتصوت وتقول بابا ولع، انا متخيلها ازاي؟ انا متخيلها ازاي لما بنتي تبقى واقفه في الشارع وشايفه خالها بيولع بابوها؟ طب ازاي؟ طب ليه؟ طب انا عملت ايه ده كله؟ انا عملت ايه ده كله؟ ادعاء كاذب منها ان هي متعوده ان هي لما تقدر تقول كلام كذب وكلام ما حصلش. طب ليه؟ ربنا خايب امالها لما تاني يوم راحت تعمل محضر فيا ازاي وانا عامل مصيبه زي كده؟ انا في مصيبه زي كده اضربك ازاي؟ يعني المأساه والتعب اللي انت عانيته على مدار اكتر من سنه، ما تعرضت لضغوط كبيره في القصه ديت معاك؟ حصل. ولا هو ولا منهم استجاب ولا منهم ان هم. هل كان في يعني دوافع لان هم يرتكبوا الجرم ده في حقك؟ انا الاول ما سالتش عليهم كويس، ما اعرفش ان هم ارتكبوا مشاكل. حصل قبل كده منهم مشاكل مع السابق والسابقين وانا ما وصلنيش المعلومه دي، فنصيبي ان انا حصل حاجه زي كده نصيب ودخلت فيه. فلما بعد كده اكتشفت ان في بتاع مشاكل واخواتها بتوع مشاكل، فانا هقول لك انا بستغيظ دلوقتي من قضايا مصر والله ناخد حقي، انا عاوز حقي. يعني احنا كل المتابعين في صدى البلد احنا متواجدين في دوله قانون، يعني والله ده اللي بقى من ربنا فيه ان انا الاقي حق القانون، لان لما لجأت للقانون انا مش عاوز حق للقانون. انا لا بتاع مشاكل ولا بتاع، انا راجل سواق في حالي وعاوز اكل عيش، عاوز اشوف عيالي وعاوز اربي عيالي في حضني، مش عاوز اربيهم بعيد عن كده. انا مش عاوز مشاكل حضرتك، انا معلش بالكلمه اللي جاي مش محتاج مشاكل ومحتاج ايه يا جماعه؟ اللي جاي محتاج معلش بالكلمه كل واحد رب عياله ويفتح بيته على قد ما ربنا يعينه. مش عاوزه مشاكل ولا عاوزه غم، لكن هم متعودين المشاكل والغم ولهم حاجات قبل كده سابقه. انا عاوز اطلع من الغم اللي انا فيه ده، انا عاوز اشوف عياله ورب عياله في خير، مش عاوز اكتر من كده. تمام. يعني طبيعي في صدى البلد احنا ما زلنا بنرصد معاكم مأساه الاب جبريل. يعني الرساله الاخيره المجتمعيه اللي احنا نقدر نوجهها عبر صيغه القانون، مطالبكم كانت النهارده واضحه صريحه من هيئه المحكمه المقرره طلبت تدعينا مدنيا النهارده بتعويض على سبيل التعويض المدني المؤقت، ومن ثم بعد كده علشان يكون لينا الحق ويكون لينا المرافعه، جينا علشان ندي مرافعتنا، ولكن السيد المستشار الجليل القاضي في ذلك الامر تم تاجيل نظر الدعوه. ومن ثم بعد كده احنا جاهزين فيما بعد لمرافعتنا وجاهزين لابداء دفوعنا وابداء دفاعنا وتقديم المستندات القاطعة الدلالة التي تبين أن المتهمان قد استعملا حقا إلهي في حق ذلك المظلوم المكلوم المقصور الحزين جبريل في ذلك الأمر، ومقدمين المحضر بتاع أختهم أو شقيقتهم اللي عملته تاني يوم عشان يفتضح أمرها ويخيب أثرها فيما قدمته في ذلك الأمر. يبقاش الراجل النهارده ضريح الفراش بين الحياة والموت بيتولع فيه زي ما انت شايف كده. هل ده يعني ايد زي دي في حاجه زي دي او امر زي ده ينفع النهارده يعتدي عليها تعمل محضر 6382 او 83 لسنه 24؟ ولكن ربنا سبحانه وتعالى العدل، لان مفيش عدل من غير حقيقه ومفيش حقيقه بدون عدل. فربنا سبحانه وتعالى خيب اثرها وخيب املها، وحصولنا على البراءه لجبريل في المحضر الكيدي، المحضر الموفق اللي عملته وزعم الديه المدعوة زوجته في ذلك الأمر. فإحنا بنطالب ربنا سبحانه وتعالى القصاص العاجل فيما يخص حق جبريل في ذلك الأمر، لأن إحنا في دولة قانون في دولة عدل يا أستاذ أحمد. تمام. متابعي صدى البلد في كل مكان، رصدنا معاكم مأساة الأب جبريل الذي حرم من أبنائه وحرم من أفراد أسرته، وكان ثمار هذه الخلافات أن أشقاء زوجته يعني ضموا على محاولة إنهاء حياته باستخدام المواد الحركة، ولكن يعني أراد المولى أن يكون له طوق النجاة وإنقاذ حياته مرة أخرى. شكرا لكل المتابعين.